اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. حلقه النهارده من الحلقات المهمه واللي طلبتوها مني كتير جدا. يا دكتور كلمينا عن مزيل عرق كويس، مزيل عرق امن، لان كل الحاجات اللي بنستخدمها للاسف بتعمل نتائج سيئه جدا، ومع الوقت بتحصل لنا مشاكل كبيره جدا في الجلد ومش بنلاقي النتيجه اللي كنا متوقعينها. مع الاسف معظم مزيلات العرق الموجوده في السوق يا اما بتحتوي على كحول، والكحول بيعمل جفاف شديد واسمرار والتهاب شديد جدا مع الوقت، يا اما بتحتوي على الومنيوم، والالومنيوم بيشتغل عن طريق ان هو بيسد المسام وبالتالي بيسبب مع الوقت مشاكل خطيره، او يا اما بتبقع الهدوم والتاثير بتاعها بيبقى وقت قليل جدا. والحقيقه فعلا انا ما كنتش قبل كده بتكلم خالص عن موضوع مزيلات العرق، لانه ما كانش في قدامي مزيل عرق قوي اقدر ارشحه لكم واقول لكم استخدموه، انا واثقه فيه وهيكون امن جدا عليكم. بس في حلقه النهارده هكلمكم عن كريم مزيل عرق آمن جدا جدا على بشرتكم، مفهوش أي مشكلة، ومميز جدا لأن هو مش بيمنع العرق لكن بيخلي العرق اللي طالع من الجسم يكون بدون أي ريحة. وبالتالي لو أنت بتدوري على مزيل عرق خالي من الألمونيوم والسيليكون والبارابن وآمن جدا على بشرتك وعلى جلدك، أو لو بتدوري على مزيل عرق مش بيسبب الإسمرار، أو لو بتدوري على مزيل عرق يستمر معاكي من يوم وأكتر ويستمر حتى مع الاستحمام، أو لو بتدوري على مزيل عرق يكون مش بيبقع في الهدوم ويسيب الهدوم زي ما هي، يبقى الكريم اللي هتكلم عنه النهاردة معمول عشانك ولازم يكون موجود معاكي بعد الحلقة. خليكم معايا لأنها هتكون حلقة مهمة جداً. حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو انت جديد معانا اهلا وسهلا بيك، ما تنساش سبسكرايب في القناه وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بقدمها اول باول، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. النهارده هكلمكم عن كريم مزيل عرق ممتاز جدا اسمه ارجوندي كريم. ارجوندي كريم من الكريمات اللي فعلا امنه جدا، كل مكوناته طبيعيه، ما فيهوش اي حاجه كيميائيه، وبالتالي هو امن جدا على الحوامل وعلى الاطفال وكل افراد الاسره يقدروا يستخدموه. قبل ما افتح لكم العلبه واوريكم نستخدمه ازاي، خليني اقول لكم اهم المكونات اللي بتميز الكريم ده عن اي حاجه تاني ممكن تستخدميها. الحقيقه هم ثلاث مكونات مهمين جدا بيميزوا الكريم ده وامنين جدا جدا على البشره. اول مكون ممتاز وهو الفحم النشط. الفحم النشط ليه دور مهم جدا، وهو انه بيساعد في تقشير طبقات الجلد الميت وتقشير البشره بشكل خفيف جدا، ويساعد البشره على انها تبدا ترجع للون الطبيعي بدل ما كانت متبهدله ومليانه التهابات، وبيعمل على تجديد طبقات البشره، وبالتالي فهو عنصر مهم جدا. تاني مكون مهم جدا وهو مجموعه من الزيوت الرائعه زي زيت الورد وزيت الكركم وزيت فيتامين ه. مجموعه الزيوت دي بيساعدوا بشكل حلو جدا على انهم برضو يرجعوا البشره للون الطبيعي بتاعها، ويساعدوا على تفتيح البشره، فيبقى مش بس مزيل عرق، لا ده مزيل وكمان بيساعد على تفتيح البشره. اما ثالث مكون مهم جدا وهو الزنك اوكسيد. الزنك اوكسيد ليه دور رئيسي في الكريم ده لانه بيعادل كل الروائح الكريهه او روائح العرق. طيب علشان نفهم ريحه العرق بتحصل ازاي، ده بيبقى عباره عن تفاعل افرازات العرق الطبيعيه مع بكتيريا. الافرازات مع البكتيريا بتطلع لي احماض، والاحماض دي بتبقى ريحتها وحشه جدا. اللي بيعمله الزنك اوكسيد ان هو بيعادل كل الروائح دي وبيخلي ما فيش اي ريحه سيئه نهائي، بل على العكس العرق بيطلع بدون اي ريحه، وبالتالي بعد ما بتستخدميه خلاص مش بيبقى فيه اي ريحه سيئه او اي ريحه غير مرغوب فيها. طيب تعالوا قبل ما اقول لكم عن سعر الكريم ونقدر نشتريه من فين، خليني اوريكم شكل العلبه ونفتحها مع بعض واقول لكم عن طريقه الاستخدام. ارجوندي كريم العلبه بتاعته اولا هي شيك جدا جدا، وهو عباره زي ما قلنا انه كريم مزيل للعرق. هو كريم بتستخدميه وبالتالي بيقعد معاكي فتره طويله جدا. طيب تعالوا نفتح العلبه. العلبه اول ما هتفتحيها ادي الغطا، هتلاقي غطا تاني تحت هتشيليه، هتلاقي عباره عن علبه فيها عجينه، والعجينه
العجينة دي بتقعد فترة طويلة، والريحة بتاعتها يا جماعة ريحة رائعة. أنا طبعا مستخدمة منها، فهتلاقوا متاخد منها الريحة بتاعتها حلوة جدا، وعلشان هي ريحة طبيعية طالعة من مواد طبيعية مش حاجات كيميائية، فبتقعد فترة وبعدين بتبدأ تروح، لكن التأثير بتاعها بيفضل معاكي يوم أو يومين أو حتى بعد الاستحمام هتلاقي إنه التأثير زي ما هو. طيب هتستخدميها، تاخدي حتة عادي من الكريم وتحطي حتة على الجلد بتاعك، هتلاقي فيها يعني بتقعد فترة طويلة جدا. مهما أخدتي وحطيتي الحتة الصغيرة اللي انت بتحطيها هتقضي معاكي وقت طويل، وبالتالي العلبة دي بتقعد معاكي فترة طويلة جدا، تقدري تستخدميها انت وكل الأفراد اللي في البيت، أمنة جدا مفيش منها أي مشكلة وما فيهاش أي مواد كيميائية تقلقك، وبالتالي ده أفضل حاجة ممكن نستخدمها كمزيل للعرق واحنا مطمنين جدا. طيب تعالوا نتكلم عن اخر جزء في الحلقه، وهو سعر الكريم وممكن نشتريه من فين. ارجوندي كريم، العلبه اللي انتوا شايفينها هو حجم موحد بس، العلبه دي عباره عن 50 ملي، السعر بتاعها 90 جنيه، وهي علبه طبعا موفره جدا، كل افراد الاسره يقدروا يستخدموها وهتقعد معاكم فتره طويله جدا. طيب ممكن اشتريها من فين؟ ممكن اشتريه اونلاين من موقع جوميا، ومحافظات وجه بحري هيلاقوها متوفره في صيدليات كير، اما محافظات وجه ابلي هسيب لكم في الكومنت المثبت وفي صندوق الوصف كل الصيدليات اللي تقدروا تلاقوا فيها الكريم ده متوفر بمنتهى السهولة. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد، واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.